في العام 1974 حدد المجلس الوطني الفلسطيني يوم 17 من نيسان إبريل للاحتفاء بالأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي التي تعرض للاعتقال فيها أكثر من 750 ألف فلسطيني، بعضهم اعتقل لأيام، البعض الآخر غيب العشرات السنين وما زال. يوم الأسير الفلسطيني هي ذكرى فلسطينية وطنية قد يعني يحتفي بها الشعب الفلسطيني، وهي يوم تحرير أول أسير فلسطيني في أول صفقة تبادل، وهو الأسير محمود بكر إحجازي والذي تم تحريره مقابل جندي إسرائيلي أسير. يوم الأسير الفلسطيني هو يوما لكل الشعب الفلسطيني. يوم الأسير عادة ما يتحول إلى معركة كسر عظم بين الأسرى وبين مصلحة السجون الإسرائيلية التي توسعت في إجراءاتها التضييقية ضدهم خلال السنوات الأخيرة، ما دفع الأسرى إلى الإعلان عن الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام بالتزامن مع هذه المناسبة، إضراب اضطر له الأسرى رغم خطورته. الله يعينهم، قسم عنهم ودم يضربوا، لأننا ما شفناهم من زمان. ما شفناهم، مش أتمنى نقول يا ولدي، الله يفرجها عليه. الإضراب عن الطعام يعني أن تنتظر أن تفارق الدنيا في أي لحظة. الإضراب عن الطعام يبدأ من اللحظة الأولى، بعد اليوم الأول يبدأ الصداع، ثم تبدأ آلام المفاصل، ثم تبدأ آلام الكلى، وأخطر مرحلة في الإضراب عندما لا تشعر بشيء. يأتي وقت يتوقف جهاز الإنذار المسمى بالألم في جسدك عن العمل، وهي المخطرة، المرحلة الأخطر في الإضراب. في الإضراب عن الطعام الأسرى أحوج ما يكون بعد توفيق الله إلى مثل هذه الوقفات. الحديث عن 4700 أسير فلسطيني في 20 سجنا ومعتقلا إسرائيليا لا يعني مجرد أرقام، هم أطفال وشباب، نساء وشيوخ، ثوار وقادة، هم روافد لمسيرة النضال الفلسطيني الذي لم ينضب، وهم كذلك من يخوضون معركة الأمعاء الخاوية لمواجهة الحرمان والقهر والبحث عن آدميتهم في سجون الاحتلال. أول هذه المطالب الخمسة إعادة برنامج الزيارة المقطوع منذ 5 سنوات و4 أشهر. ثانيا إلغاء قانون شليط. هذا القانون منذ أسر جلعاد شليط تم حرمان الزيارة، تم منع التعليم الجامعي، تم قمع الأسرى شبه يومي، قمعهم وتفتيشهم، إدلال أهالي الأسرى الزائرين، تفتيش العاري، الكلاب البوليسية التي تقوم بشم والتفتيش للنساء وللحقائب التي يوجد بها القرآن الكريم، كذلك إعادة برنامج التعليم الجامعي الذي حرمته إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية، كذلك إنهاء سياسة العزل الإنفرادي والعقاب العزل الإنفرادي في الأسر، إنهاء قانون الاعتقال الإداري. تهيب الحكومة الفلسطينية بالحركة الأسيرة على اختلاف توجهاتها وانتماءاتها أن ترص الصف في وجه الإدارة الصهيونية السادية كي لا تنفذ إلى صفهم فتمزقه وتضعف من إرادته فتحول دون الوصول إلى أهدافهم. تهيب الحكومة الفلسطينية بكل فصائل العمل النضالي والجهادي من أبناء شعبنا أن يضعوا من الخطط والبرامج وأن يوظفوا لها ما يملكون من طاقات بشرية ومادية، والتي تهدف إلى تحرير أسرانا بأي وسيلة كانت. الاحتفاء بيوم الأسير الفلسطيني خارج السجون يقتصر على الفعاليات التضامنية أو المهرجانات الخطابية، أما الأسرى فيحتفلون بيومهم عبر معركة الأمعاء الخاوية، معركة يدفعون ثمنها من أرواحهم وأجسادهم. محمد الأسطل، تلفزيون القدس، غزة. الأسرى